صباح الخير يا فندم. صباح الخير. انت رب اسم حضرتك اول؟ مصطفى حامد. من سكان المنطقة هنا. بنعمل عايزين نعرف حاجة كده عن طفولة الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا. الراجل ده كان طول عمره من هو في المدرسة هنا محترم، ملوش خلطة بحد ولا صاحب واحد ولا ينزل يلعب في الشارع ولا الكلام ده، ملتزم حتى كده وهو شاب ملتزم، تحس ان هو ايه يعني ليه كيان. وكان اخره جامع سيدنا الحسين يصلي والازهر يروح يذاكر، مالوش صحاب هنا. دايما الناس بقى كانت تطلع تقول لك ده صاحبي وده صاحبي وده صاحبي، الراجل ده ما كانش ليه صحاب هنا، الراجل ده طول عمره ملتزم وفي حاله. بس لما دخل الكليه العسكريه يعني اول حاجه فكر فيها ان هو يبعد عن الايه المنطقه. برضو كانت زمان هنا كانت في حاجات بتحصل غريبه، يمكن هو برضو من ضمن اللي صلحوا المنطقه هنا. يعني كانت مجالي تضرب مش عارف ايه الكلام ده، ما كانش العيشه اللي هو كان عايز ايه. ما كانت صلح بعد الفوز بالرئاسه ولا قبل ما يفوز بالرئاسه؟ لا بعديها. واتبلط بعديها. ومن الاخر الحاره نسفت بعد ما هو بقى رئيس جمهوريه. طب ما فيش اي ذكرى كده مع حضرتك تسمعها حتى عن رئيس هنا في الشارع او في الحاره؟ الذكرى ان انا مثلا اتعاملتش معاه اكذب عليه. الراجل ده حتى وهو يعني ايه في الدراسه وبيدرس وبتاع كانش ملتزم قوي. كانش احنا كنا نقعد نلعب كوره هنا في الشارع بتاع وهو طالع وكده، نركن الكوره على جنب على بالك ما هو ايه عسكري بقى وكان ظابط. فكنا نركن غصب، كنا احنا كمان كده كده واحنا عيال صغيرين نخاف من الظباط. الجيش بقى ظابط شرطه كنا ايه نحترم الحته دي. لسه في دلوقتي ناس من اهل الرئيس موجودين هنا في الشارع؟ في ولاد عمه. في اي خلطه بيهم بقى؟ طبعا ناس كويسين وفي حالهم طول عمرهم. حد من اهل الرئيس نفسه، العيله نفسها بتيجي هنا الشارع ولا؟ ليه اخوه احمد ده في اي عزا هنا في اي حاجه فرح ميت بتاع اخوه احمد ده اساسا، وهو قبل الرئاسه بالامانه يعني من 5-6 سنين كده كان لما بيموت حد هنا وهو كان على علاقه بيه هو وابوه او الحاجه وكده كان بيجي يعزي قبل الرئاسه. تحب تقول للرئيس في عيد ميلاده النهارده؟ اقول له كل سنه وانت طيب يا ريس وربنا يبعد عنك اي حاجه وحشه، وعايزينك تخلي بالك بقى عشان انت حوالين منك عصابه